السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، صلى على رسول الله الأول. أتمنى تكونوا بخير وأحسن حال يا رب دايما على الدوام. نتكلم عن عملة اللي هي الجنيه بتاع 80 عاما تضامن، 80 عاما تضامن مصر 2019، 1441. تمام، ودي العملة اللي هي 80 عام تضامن اللي هي 2019 1441 في الكتالوج العالمي. انا قلت ما اعمل لكل عمله افضل، لان عملت قبل كده اللي هو الفيديو المجمع، عملت فيه 5 6 عملات. فطبعا ايه سريع سريع كده، فطبعا مع الناس قالت لي ايه، لا احنا عايزين نعرف كل عمله الوحيدة، وعايزين نعرف اوزانها، وعايزين نعرف السمك بتاعها، عايزين نعرف العدد من نص جرام، القطر بتاعها 25 مللي، السمك بتاعها 2.6 من 10 مللي، عدد القطع من العمله دي 30 مليون قطعه، 30 مليون قطعه. طبعا اسعارها بقى في الكتالوج دي بتعمل سعر كويس برضو. دي يا جماعه سعرها في الكتالوج حاليا سعرها بالظبط حوالي 39 جنيه و45 قرش، 39 جنيه في كده الكتالوج، مكتوبه في كتالوج كده. واولا عشان ما نروحش بعيد خالص، العمله ديت اللي معاك طبعا مش ممكن تعرف تبيعها دلوقتي لانها متداوله ولسه موجوده. تمام، ما بقولش على الاسعار عشان نقول دلوقتي يا جماعه نروح نبيع كام ونروح نبيع فين والكلام ده كله، في عندك اسواق كتير، انزل وجرب الاماكن والمواقع والاسواق والجروبات اللي بتبيع العملات والانتيكات وبتشتري والكلام من ده والتحف. ممكن تعرض على سوق امازون، ممكن تعرض على السوق المفتوح، ممكن تعرض على كام بكام وعلى بابا واوليكس. عندك ممكن تروح مكان في القاهره، سوق ديانه، ده سوق بجوار سينما ديانه، ده وسط البلد، ده كل يوم سبت من 10 صباحا حتى 5 مساء. في الاسكندريه كافيه صيام محطه مصر كل يوم اربع من 10 صباحا حتى 5 مساء. في 18 شارع عثمان بن عفان، في شارع طلخه، وفي المنصوره، وفي الشيخ حسنين، في شارع بستان الدكه. ولو انت مش من القاهره او اسكندريه ممكن تتعامل عن طريق شركات الشحن للتسليم مقابل الاستلام، يعني الشركه بتسلم البند تستلم الفلوس، وللشحن واجب بحري، اكتب في جوجل اسم الشركة فاست للشحن، ولو واجه قبلي اكتب شركة رابيدو للشحن وتعامل معاهم. تمام، اعتقد كده مفيش اي حاجة تاني انت محتاجها في العملات القديمة. تمام، في لينك تاني جروب اسمه فيكتوريا، ممكن تعرض عليه، في ناس كويسة وبتقيم العملات. في جروبين تانيين ممكن تقيم العملة فيهم برضو احسن ما تقيم بفلوس، والبيع مباشر وبيقام فيها مزادات كمان.